طاقة الاسم رقم 9، كوكبه المريخ، يوم السعد الثلاثاء، الحجر الكريم الملائم، الياقوت والألماس. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم: يا ملك، يا قهار، يا باسط، يا رافع، يا معز، يا سميع، يا كريم، يا حق، يا حي، يا مؤخر، يا آخر، يا منتقم. طبعه مائي. صفاتك من خلال الاسم: ذات شخصية قيادية، تتميزين بالإدارة والتخطيط الجيد، لديك براعة وإتقان في العمل، حاسمة باتخاذ القرارات، طيبة القلب، صافية النية، حساسة، كريمة ووفية، ذكية، تعشقين السفر والرحلات، صليتة اللسان، صبورة، تتحملين الأعمال الشاقة لساعات طويلة، كتومة للأسرار، ذات قلب أبيض، لحوحة في طلباتك، آراؤك موثوق فيها، عاطفية وغيورة، واثقة من نفسك ومن قدراتك، تعشقين العمل، تجيدين التصرف، تهتمين بتفاصيل الأمور، تقدمين تنازلات كبيرة للحفاظ على أسرتك، عاطفية ولطيفة، اجتماعية، محبة للتواصل، تهتمين بمشاكل الآخرين، متحملة للمسؤوليات الصعبة، جدية، عملية، منظمة، مرتبة، طموحة، طليقة اللسان وحلوة الكلام. تملكين حروف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة وسعيدة. والله أعلم، والله الموفق.